صباح الخير أعزائي المشاهدين، صباح الخير زملائي بالاستوديو. نبدأ فقرة رياضية جديدة لهذا اليوم. تدريباتنا راح تكون عامة للجسم، راح ناخذ تدريبات الايروبيك حتى نتخلص من الوزن الزائد بعامة الجسم. قبل هذا كله نبدأ بالتاية العضلية والمفصلية. نبدأ بمفصل القدم دائري، 1 2 3 4 5، بالعكس 1 2 3 4 5. قدم الثاني 1 2 5، بالعكس 1 2 3 4. ركبة للداخل مع بعض 1 2 3 4 5، بالعكس 1 2 3 4 5. ورك جانب 1 2 3 4 5. دائري الذراع للأمام 1 2 3 4 5. الخلف 1 2 3 4 5. رقبة جانب 1 2 3 4 5. هيئنا جسمنا، تهيئة عضلية ومفصلية. راح نبلش بتدريبات، يعني يحتاج وياها التدريبات موسيقى حتى نقدر نشتغل. راح نتحرك وياها موسيقى حتى اقدر اشتغل بصورة مستمرة. يفضل بهذا الوقت التمرين يستخدم وقت 30 دقيقة و 45 دقيقة بصورة مستمرة. ذراع للجانب 1 فوق جانب اسفل 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ارجع طبيعي. طبعا هاي التكرارات انا اعيدها بصوره مستمره اكثر من هاي التكرارات بدي اشتغل عليها، بس الوقت ضيق. عدي للامام 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. اتحرك طبيعي، ارجع راح اصعد على المصطبه صعود نزول بصوره مستمره 1 2 3 4 5 6 7 8. راح اخذ ركبه ويا الصعود مالي مره يسار مره يمين بصوره مستمره 1 2 3 4 5 6 7 8. للجانب مرة على اليسار مرة على اليمين بصورة مستمرة 3 4. راح أمد الذراع للأمام 1 2 3 4 5 6 7 8. طبعا هذه حركات كثيرة أقدر أشتغل عليها بس الوقت ضيق، يعني اشتغل 30 دقيقة او 45 دقيقة اوصل حتى ساعة كاملة. هذا مو كافي، لازم التزم منهاج غذائي معين حتى اقدر اتخلص من الوزن الزائد واوصل الوزن المثالي باقرب وقت ممكن. شكرا لكم، وهذا عودة للزملاء في الاستوديو. في امان الله.